هلو لوتي، معكم مازن من قناة فاكت 777. اليوم معنا فعل شاذ جديد وهو فعل بندن أو ربطة. خلينا نبلش فيه على السريع. مثل عادة نبلش بالحاضر، بندن بالحاضر مثل كتير من الأفعال الشاذة تصريف، ومثل الأفعال النظامية بالحاضر إش بندد وبندست إر زي إس بندت فير بندن إير بندت زي أو زي بندن. مثل ما عم نشوفه جدا سهل وعم نطبق القاعدة مثل الأفعال النظامية، والتغيرات أو النهايات هي موجودة باللون الأحمر على طول، الفروق بتكون باللون الأحمر. إذا تصريفه بالحاضر جدا سهل ومثل الأفعال النظامية. هلا ننتقل على البيرفكت. بنلاحظ بالبيرفكت في عنا تغيرات، إنه بندن الباتسيف زفاي منه بصير جي بوندن، ننتبه عليه كثير منيح، جي بوندن جدا هام بالبيرفكت. نحفظ باتسيف زفاي من الأفعال، مثل هون بندن تحول لا جي بوندن. ومثل ما تلاحظوا التغيرات باللون الأحمر لازم نركز عليها ونكتب شو هو الباتسيف زفاي من الفعل. فعل مساعد هو هابن مثل معظم الأفعال، بصير تصريفه إيش هابي جيبوندن دو هاست جيبوندن إير زي إس هاد جيبوندن فير هابن جيبوندن إير هابت جيبوندن زي أو زي هابن جيبوندن. مثل ما عم تشوفوا جدا سهل، بس نعرف الباتسيف زفاي من الفعل بصير علينا البيرفكت جدا سهل. ننتقل على بريتيريتوم. مثل ما بتعرف بريتيريتوم هو الماضي البسيط، كمان في تغيرات كثيرة بالأفعال الشاذة. بندن الإي فيها تتحول إلى أ، بتصير إش بند. بدو في عنا احتمالين أو خيارين اثنيناتهم صح، دو بندست أو دو بندست، اثنيناتهم صح حسب دودن اللي هو المرجع الأساسي للغة الألمانية. بعض المواقع بتكتب الخيار الأول، بعض المواقع بتكتب الخيار الثاني، حسب المرجع الأساسي باللغة الألمانية الخيارين هن صح. فنقول دو بندست أو دو بندست، عا كيفنا نياتهم صح. إر زي إس بند مثل الإش عطول، أو معظم مرات بالبريتيتون بيكون عندنا الشخص الأول والشخص الثاني مثل بعض. فير هون أول شخص بالجمع، فير في باندن إير باندت زي أو زي باندن. تصريفه لحد ما سهل لازم نركز عليه. إذن باندن هو فعل ربطة، منشوف الأمثلة مشان نفهم معناه. دير فوزباش بيلر باندت زاينه شوه. بالنسبة لفوزباش بيلر، الملاحظة عنا فوزباش بيلر هو لاعب كرة قدم، هي نفسها بالمفرد وبالجمع. يعني دير فوزباشبير هو واحد شخص واحد، ودي فوزباشبير هو جمع، نفس الكلمة مفرد وجمع. هون معنى الجملة دير فوزباشبير بندز يعني شو يربط لاعب كرة قدم حذاءه. مثال بعده مهضوم وحلو، زي باندن دي دين ديب الحرامة ديب ان اينن باوم، ربطوا الحرامة على الشجرة. زي باندن دين ديب ان اينن باوم، إذن ربط الحرامي على الشجرة أو على الشجرة، ترجمة الأصح ربط الحرامي على الشجرة. مثال الثالث نيكلاس كان كاينن شليبس بندن. بالنسبة لكلمة شليبس أكيد جديد عليكم، هي نفسها كلمة كرافات أو ربطة عنق، بس الألمان مثل العادة بيحبوا يجيبوا كلمات جديدة لكل شيء. إذن نيكلاس كان كاينن شليبس بندن، نيكلاس لا يستطيع ربط ربطة العنق، مثل ما قلنا شليبس هي ربطة عنق أو كرافات، نفس الكلمة، بس مثل ما قلنا الألمان مرات بيحبوا يجيبوا كلمات صعبة، وفي معظم مرات كمان بيستخدموا كلمة كرافات وراح يفهموا يعني إذا واحد قالهم هيك. مثال أخير تانية بندت إن إير فرايت سايت بلومن شويسة، تربط لنا في أوقات فراغها باقات الورد أو بوكيتات الورد بلومن شتخويسة، طبعا مفرد تبع بلومن شتخاوس. إذن هذا هو المثال الأخير، تانيا أو تينا نفس الشيء اسم، بندت إن إيغر فرايت سايت، فرايت سايت هو وقت الفراغ، بلومن شتخويسة هني مثل ما قلنا باقات الورد أو بوكيتات الورد. طبعا الأمثلة جدا مهمين ولازم نكتبهم، بس نكتبهم بنحفظ الفعل بطريقة جدا سريعة. وهيك مثل ما شفتم مشاهدين، هذا هو فعل بندن اللي هو ربطة، بعد ما شفنا الأمثلة اللي هن جدا سهلين أكيد توضح الفعل.
اليوم الفيديو تبعنا هو قصير وكان فعل شاذ. اكيد الفيديو الرئيسي بالاسبوع هو بينزل على طول نهار الجمعة، فاكيد تأكدوا انكم مشتركين بالقناة لتشوفوا كل جديد. وفي درسكم، وشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.